سامي في ورطة؟ سامي في ورطة حقيقية. طبعا سامي راح يثبت نجاحه إذا تجاوزها؟ قدر عالج هالمشكلة. عالج هالمشكلة. إذا ما قدر يتجاوز هالمشكلة تسجل على سامي وليس على الشباب بعد. لا ممكن في نهاية الموسم في النهاية يقول لك يتضرر الشباب وقد يعني تحت الضغط سامي يتحمل كل هذا يعني الضغط في السي في راح تتوقع في فترة لا أقصد يتحمل كل هذا بمعنى أنه ممكن يوم من الأيام يقدم استقالته مثلا كما طرح. ما اعتقد يشعر انه سمعته كمدرب على محك في السي في في السي في حقك راح يكتبون تدرب من الفتره كذا الى الفتره كذا وحقق المركز كذا وفوز وخساره ما يقول لك مع عندك انه ظروف وما عنده ظروف ومش عارف حتى وين قال انه للبناء في بدايه حتى لو التعاقد قال ما يحتاج اللي على المحك انا اعتقد سامي بحكم معرفتي في ابو عبد الله انه رجل يحب الصعاب ولا ويقاتل الى اخر نفس طيب. بالتالي انا اعتقد ان التاليف كان تحت الضغط والاداره الشبابيه الاداره الشبابيه في الجولات الاخيره الجمهور الشبابي وحتى يعني بعض اعضاء الشرف بداوا يضغطون على الاداره ان يعني سامي ما جاز حقك كويس الفريق جالس يتراجع الظاهر في ناس حسدوا سامي قد يجد ايام الهلال كانوا يقولون سامي يجي ضخ مادي كبير اليوم ضار ما جاء قحط كبير وبالتالي جت عين سامي الجابر يسجل يعني محبي سامي الجابر عارفين القصه انه سامي ما توفرت له الادوات في البدايه صحيح عرفت الجانب الثاني اني سويت ابغى اسوي بناء انت ما بديت تسوي بناء الا بعد مرور 14 او 15 جوله من الدوري مهم بدايه الدوري اغلب اللاعبين اللي شفناهم كلهم مروا علينا البيشي و جعفر وصليهم وسبيعي بس هي عبد الله الفهد مثلا سبيعي كانت مشاركه اولى عبد الله الفهد عبد الله السبيعي اصبر مباراه تحسبها لا قدم مستوى ما مره واحده هي الظروف بس اكيد ما راح تلعبوا عندك وليد والعويس مثلا الوقت اكيد ما راح تلعب حارس المرمى ترى في كثير عندك وليد والعويس الناس اخذوا على سامي قدوم كرير ترى العويس طلع ليش لما غاب وليد عبد الله وراحت له الفرصه وجت ترى كثير من نجوم الكره السعوديه الازمه خلقت منهم نجوم صحيح يعني الحين نشوف يعني بعض اللاعبين الصغار يعني الازمه في الفريق تعطيك الفرصه انك تتواجد تلعب بديلين نعم وتثبت وتتشبث وتنطلق وتكون نعم. بدايه نجومتك فقد يكون ترى الشباب عنده في الفئات السنيه وفي الاولمبي خامات كويسه اعتقد انه في المراكز المتقدمه في الدوري حتى ممتاز الثالث الرابع او الثاني بالتالي طيب دائما تحدثنا عن الشباب